إن كبدن صدح بقول قويس أي كفا إذا سنة يد دافور كمشروعا وامد لغو تلقلي إن شاقابور لغو سمهيدات كبركة عياشة إيدين ارتكون الكام كدريال إيدين كريسبالي كوا سوالو سمينة يد اسمها إسكول حرون بحيسا دي قد أساسيغ يبلشدة إيه مسخلو وحا مشروعا فول نيسا يد سيدو إيه كشاقيس اسمه فالكا إيه هرمالنتا وعيقلنتا ياسين ماحي معلن او كسعودي حفيسك بلادني مدى اي قيبتا براك عياشة مامولك قبلك بنادر ايا شاقين هم لدى مامولك قبلك بنادر ويهي سيدي حال وارا اي اوهي للهايين دادك براك عياشة قبلك بنادر هم لدى يستوحيتهاي ان لابدكن الى وطن يسدح ان شاء الله تعالى ان لقارو حال وارا او لقارو براك عياشة اي هلان هوي اي هلان وحبرشو اي هلان عافيمات اي هلان ديب ادجين او صح اه اي بلشدنا اي دحلك غلان قدميا هيدا سما فالكا يا هرمانتا وعي جلينتا اي سيدو عبد الله علي جمعالي وهيدي سفولنا يس مشروعا ايا شيء مشروع انه يهي ميد لو غربي سايغو ددك بركه عياشا اي دنيار تكونل كام كدريال اي ديغان كريسبالي برنامج وكو كوبن يهي ددك او ماركتي او سو بركاي او ماركتي اباري دباتد اي ساميين oo loo sameeyay maxay ahaatii sheeg musqulo ee iskuul iyo maxay ahaatii sheeg xarun oo adeega bulshada loogu adeego gudoomiyaha deegaanka Crisbali maamulka gobolka Banaadir Ibrahim Maxamed Roble ayaa sheegay in loo baahan yahay sidii loo caawin lahaa dadka barakacayaasha anagu ka maamul ahaan waan soo dhaweynaynaa cid kasta ee dadka ee barakacayaasha ah ee walaalahayna wax u qaba karta waan soo dhaweynaynaa runtii maanta waa war farxad leh in leedin da furo een iskoolada wax ku barataan sidoo kale aan leedin dhisa masquulihi sidoo kale leedin dhisa hoolkii runtii aad ku qaadan lahaydeen wacyigelinta runtii ma jiro shaqaale leedin keenayo idinka ayaa gacmihiina ku qabsan doontaan Cabdullaahi Axmed Kulmiye warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Muqdisho